من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحفظ الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء. سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجواد، هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى، فجوال زاد رفيق السرى. مجموعة مواقع الإسلام، 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. طيب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي، ارفع الصوت يا أخي. فضلت الشيخ المنجد. تفضل. أنا أولا أحبك في الله يا شيخ. والله يا شيخ أحبك الله الذي أحبتني فيه. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال. بالنسبة إحنا في مصر هنا كل الأعمال بتبقى في الغالب يعني بتبقى محرمة، لو الواحد يعني بيجي يشتغل في أغلب الأعمال محرمة، وأنا عارف إن حضرتك يعني متابع جيد للواقع، فعايز أعرف حكم إن الواحد يعني عشان أقدر أتجوز وأنفق لازم أشتغل شغلانة ثابتة بدخل ثابت، فما إيه حكم العمل في العمل اللي... أيوة. طيب مثل إيش يا أخي؟ يعني أنا خريج كلية التجارة. أيوة. ففي الغالب شغل المحاسبين أو أي يعني سواء مهندس أو محاسب أو كده في الغالب لازم بتطلوا يعني أشياء من الحرام. أيوة. سواء ربا أو أي حاجة بنسبة. أيوة. 10% 5%. فإيه الحل يعني الواحد وأنا ما عنديش قدرة إن أنا أعمل مشروع تجاري. طيب. وصبرت كتير وما فيش حل، الواحد عمال يكبر في السن ومش عارف يتزوج. أيوة. طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله يا أخي. طبعاً الله عز وجل أمرنا أن نمشي في الأرض، كلوا في من فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأمرنا بالسعي وكسب الرزق الحلال، والحرام ممنوعين منه، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. والله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. طبعا الله رحيم، يعني لن يغلق على عباده كل المنافذ، لكن يبتلي عباده فيشيع الحرام مثلا في مكان أو في زمن معين، ولكن يعني يبقى هنالك مجال للحلال مهما كان. وقد يعني قد يتطلب الأمر أن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، من مدينة إلى مدينة، من بلد إلى بلد مثلا، قد يحتاج غير تخصص، قد يحتاج دراسة إضافية، قد يحتاج يأخذ دورة معينة من الدورات، قد يبتدئ عمله الخاص التجاري هو، قد يجتمع مجموعة من الشركاء فيبدأون عملا ما. لكن يا أخي الكريم لابد أن يوجد في أصحاب الشركات والمؤسسات من هو صالح صاحب دين لا يريد الحرام، ولذلك ابحث عنهم لتعمل لديهم. بالعكس هو قد يسر أن يجد واحد مثلك حتى يخلصه من المحرمات أو يمنعه من ارتكابه أو يبين له أنها هذا، وأنت بخبرتك تعرفها. طيب يقول السؤال: حصل في المدة الماضية أنواع من يعني التهديدات بإخلال بأمن الحج، فما هو تعليقكم عليها؟ طيب نعم، معنا أحد أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. كيف حالك يا أخي؟
الله يبارك فيك. شيخ، بعض الشيوخ من العراق يقولون بعد انتهاء التعزية الخير ما الصوت غير واضح يا أخي. طيب، هل يجوز الذهاب إلى التعزية في القاعة والخيمة؟ نعم، الذهاب إلى التعزية في القاعة والخيمة من الجامع يجوز؟ الذهاب إلى إيش؟ تعزية. الخيمة للتعزية. طيب، هي التعزية. الشيخ شيخ من العراق يقولون ينتهي أسبوع أو ثلاثة أيام تعزية. طيب، خير إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع أمن الحج، فلا شك أيها الإخوة أن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لا بد من الأمن لتأديته، والله عز وجل جعل حرما آمنا، ويعني امتن على قريش أنه يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون، وهذا دعوة إبراهيم الخليل، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ فإذا هذا الأمن في البيت العتيق مقدس ولا بد من مراعاته. وعلى غالب مر التاريخ كان البلد آمنا، حتى في الجاهلية كان الواحد يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يعرض له. والآن يعني الحرم نفسه إيش حكمه؟ الصيد فيما يجوز وقطع الشجر فيما يجوز. إذن هذا لا بد من مراعاة الأمان فيه، والأفئدة المؤمنين تهوي إليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى لو واحد قال ابن مسعود لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن لأذاقه الله من العذاب الأليم.